عندما يصبح الصياد الفريسة، هذا العنوان المناسب لقصة ويست اللي تأكل من دب بطريقة وحشية. في عام 2011 ويست واثنين من أصحابها الصيادين خرجوا في الربيع أجل يصيدوا الدببة، لأنه في فترة الربيع الدببة بيكونوا ضعيفين لأن توهم صحيوا من سباتهم الطويل، وأغلب الصيادين انتظروا الوقت ده أجل يصيدوا الدببة لأنه هذا هو الوقت المناسب لصيدهم. ويست وأصحابه راحوا لشبه جزيرة سوارد وخيموا هناك بالأيام لجل يصيدوا الدببة، وفي يومهم الثالث لقيوا آثار دب ضخم وبدأوا يتبعوا آثار الدب في الثلج ومشيوا مسافة طويلة بالدراجات الثلجية. فجأة اختفت آثار الدب، فنزل ويست لجل يشيك حوالين نفسه يمكن يلقى آثار الدب، وما كان يعرف ويست أن الدب يراقبه من مسافة 70 قدم، وكان الدب ينتظر اللحظة الحاسمة المناسبة لاصطياد الصياد. ويست بيدور الآثار في الأرض، فجأة سمع أصوات خلفه، يوم قلب لاحظ الدب جاي مسرع عبر الأشجار، ويست حاول يرفع بندقيته بس الدب وقتها قرب منه وهجم عليه على طول. ويست وقتها قال في نفسه إنه ميت، لأنه عارف في الفترة هذه الدب توه صاحي من سبات وبيكون جدا جائع، يعني ما راح يوفره، والدب أول ما يصحى من السبات بيأكل بكمية جدا كثيرة وكبيرة. وبدأ الدب في عض ويست وهزه وبدأ يمزق جمجمة ويست، وويست وقتها كان يصرخ وقال سمع صوت جمجمتها بتتكسر. وبعدها الدب ساب راس ويست وبدأ يخدش في جسم ويست، وفجأة وصلوا أصحاب ويست وشافوا الدب فوق ويست وبيفترسه، وأطلقوا النار على الدب، والدب صرخ بطريقة مرعبة وشقت للغابة. وأول ما وصلوا لويست وقتها ويست مو قادر يتكلم بتاتا، واتصلوا على الإسعاف وجوا بالهليكوبتر وخذوه. ويوم وصل ويست المستشفى خش في غيبوبة لمدة 5 أيام، وفي ذيك الفترة أجروا لويست 26 عملية لجل ينقذوا حياته. بلغ سعر العمليات كلها حوالي $1,000,000 بس لجل يحاول يرجع وجهه زي ما كان وينقذ حياته. وبعد ما تعافى ويست جلس كم شهر وهو ما هو قادر يتكلم ولا ياكل لان صاق بنص لسان. يا لطيف، ايش الرعب هذا؟ يوم تروح تبى تصيد شيء ويصيدك، هذا هو عندما يصبح الصياد فريسة. He started hitting in a bear right away instead of keeping on coming. Started turned and went about as far as that telephone pole, maybe just a little bit further. And spun around like he was going to charge again, because he had done that twice already. But he was getting pretty weak, but he laid there. And so I went over and rolled Wesley up, and his whole face rolled right off. He was wide open. But what I thought was amazing, very little blood. And Wesley's conscious. And so I pushed him back down, face into the snow. And I said, Wesley, you got to just stay real still. Keep your face in the snow. النمر يعتبر من فصيلة القطط رغم حجمه وشراسته، إلا أنه عادة يخاف من البشر، بمجرد ما يلمح إنسان يختبئ. بس في قانون الغاب دائما يكون في استثناءات، ويوم تشوف نمر يهجم على إنسان فهذا يعتبر استثناء. والنمر يا أنه يكون خايف وبيدافع عن نفسه، أو مريض أو جائع والإنسان هو الوجبة الوحيدة اللي قدامه. علي شاب عايش في قرية صغيرة في بنغلاديش. علي كان من عائلة فقيرة، ومع فقرهم صار مضطر يشتغل من هو صغير، فكان يروح للغابة لجل يجمع العسل من خلايا النحل ويبيعه في السوق. ومع الأيام تعرف على صيادين السمك وصار يروح معاهم للنهر لجل يصيدوا سمك ويبيعوه. ولاحظ علي انه السمك بيجيب له فلوس اكثر من العسل، فصار يروح للصيد ويجلس بالايام في النهر لجل يصيدوا كميات كبيره ويبيعوها. ويوم من الايام كالعاده خرجوا للصيد في 3 قوارب، وعلي كان في قارب لوحده. يوم جاء الليل علي نام وما كان عارف انه في نمر صياد كان يراقبه من وسط الغاب. ويوم ما النمر اتاكد انه علي نايم سبح النمر في النهر وراح للقارب اللي نايم فيه علي. واول ما طلع النمر للقارب علي قال فجاه حس بالم مفاجئ في وجهه، قال الالم اللي حسه ما قد حس فيه بحياته كلها، من قوه الالم ما هو قادر يوصف الالم. في كم ثانيه استوعب انه في شيء ضخم هجم عليه. علي وقتها ما شاف النمر بس عارف انه في حيوان هجم عليه، وهو كان يصرخ ويحاول يبعد الحيوان بس ما هو قادر لانه الحيوان كان ضخم وغارز انيابه في وجه علي. ومع الاصوات والصراخ الصيادين الثانيين اتجهوا لقارب علي لجل يشوفوا ايش صاير. وقال احد الصيادين ان المشهد اللي شافوه قدامهم كانه من فيلم رعب، شافوا النمر بيسحب علي من رجله، وكان النمر ناوي يطيحه في النهر ويسحبه للغابه. وعلي وقتها كان ماسك وجهه ووجهه كله دم من شده الالم، علي ما كان قادر يتحرك او يحاول
يحاول يدافع عن نفسه، والصيادين وقتها بدوا يطلعوا أصوات ويضربوا في الموية لجل النمر يخاف. فعلا أول ما النمر شاف الصيادين ترك علي وشرد للغابة، وأول ما وصلوا للقارب شافوا علي حط يدينه على وجهه ونص وجه علي كان مأكول، وشالوا له أقرب مستشفى وسووا له عملية، لكن ما قدروا يرجعوا وجهه زي ما كان. وعلي صار كل ما يخرج من البيت يغطي وجهه بالقماش هذا، لأنه بيقول خايف يخوف أطفال القرية أو إن الناس تبدأ تطالعه بنظرة غريبة. سيوم طفل عمره 6 سنوات، اتوفت والدته بعد ما ولدت اخوه الاصغر منه، وصار عايش مع ابوه واخوه اللي عمره 4 سنوات، وكانوا عايشين في منطقة ريفية جنب غابات الكونغو. في الغابة دي في منطقة للشمبانزي، والشمبانزي معروفين انهم عدوانيين بشكل ما تتخيله، بالذات اللي عايشين في الغابات. ولو الشخص خش منطقة الشمبانزي والشمبانزي شافوه على طول بيهجموا عليه. المهم في عام 2013 سيوم خرج من البيت مع اخوه ولد عمه اللي في عمره، وكان وقتها في مجموعة من قطيع الشمبانزي خرجوا للصيد، ويوم كانوا الاطفال الثلاثة يلعبوا ويضحكوا وينادوا بعض باصوات عالية سمعوهم قطيع الشمبانزي واتجهوا عليهم. سيوم قال كانوا على حافة مخرج القرية، ويوم وصلوا للاشجار سمعوا اصوات غريبة، فطالعوا فوق الاشجار شافوا قطيع من الشمبانزي فوقهم بالضبط. اول ما شردوا وصرخوا هجموا عليهم الشمبانزي، وصاروا يمسكوهم ويضربوهم في الارض ويمزقوهم بانيابهم. سيوم رغم انه هجموا عليه الا انه لقي فرصة وهرب، وكان يصرخ بأعلى صوت، وكان أخوه وولد عمه برضو كانوا بيصرخوا. فجأة سمعهم سكتوا. يقول ما مرت 10 دقائق إلا أهالي القرية جو لأنه سمعوا صراخهم، وأول ما وصلوا لقيوا أخو سيوم ممزق ما في منه إلا عظام وبعض اللحم، وولد عمهم لقيوا قطعة من ملابسه بس ما لقيوا له أي أثر، رغم دوروا عليه في الغابة لمدة أيام ما لقيوا له أي أثر. وسيوم الوحيد اللي نجا من الشمبانزي، لكن الأثر اللي خلوه في وجهه بيجلس معاه للأبد. بعد انتشار قصة سيوم، دكاترة في أوروبا طلبوا أنهم يسووا لها عملية تجميل ويحاولوا يصلحوا وجهه، وحتكون أكثر من عملية واحدة. والأطباء تكفلوا بسفرية سيوم وعم سيوم لأوروبا، وهناك في عائلة قررت تتبناه طول مدة العملية لأنه العملية حتاخد وقت طويل. ومع فترات العملية درس سيوم في أوروبا وجلس هناك لين كبر وصار مصارع وكان جدا محترف. وفي عام 2022 فاز بلقب المصارعة في وزنه، وفاز بلقب الولاية مرتين، وسووا له الأطباء العملية وحاولوا قدر المستطاع أنهم يرجعوا وجهه زي ما كان، لكن كانت جدا صعبة. فأصبح سيوم بهذا الشكل ولا زال عايش للآن في أمريكا. Dania and the boys were attacked by a group of chimpanzees. They instantly killed the younger brother. He was dismembered. And Dania somehow survived the attack. He lost both his upper lip, his lower lip. He lost a finger. He had some internal injuries during the attack as well. But he survived it. He's gone through a lot. Now I'm still there. I see him as a hero, a champion, someone who came through a lot of adversity, and I see a fighter. وإذا وصلت لهنا أتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي.